شكرا على هذا السؤال. أعتقد أن المجتمعات الإسكندنافية هي مجتمعات ما بعد حديثة بامتياز، بمعنى أنها تجاوزت مفهوم الحداثة إلى مجتمع ما بعد الحداثة. ومجتمع ما بعد الحداثة هو مجتمع المفارقات والتناقضات بامتياز، بحيث أصبح مفهوم الحرية فيها مفهوما مائعا جدا، يرتكز على مبدأ يعني افعل كل شيء، go and make any things، يعني افعل أي شيء وكل شيء ماشي، يعني بحيث أن هذه المجتمعات يغلب فيها ما يسمى بالنسبانية المتطرفة، يعني الغلاتيفيزم هذه كان، يعني النسبانية المتطرفة يعني هي نظرية واتجاه أخلاقي معاصر يجعل الأشياء رغم أنها متناقضة تتساوى في القيمة، يعني ممكن أن يتساوى القبح مع ما هو الحسن. ثم أن هذه المجتمعات يعني تتحكم فيها ثلاث نزعات كبرى في اعتقادي، وهي النزعة التي اهتم العلماء الاجتماع بدراستها وما يسمى بالاستهلاكية الفائقة أو الاستهلاكية الفجة، والذي بدورها بلورت ما يسمى بنزعة الفردانية المطلقة أو الفردانية الفائقة، الفردانية الفائقة تسمح للشخص بأن يجعل من كينونته الذاتية هي المعيار، يعني هي الأساس. ولذلك هذه الفردانية خلقت لنا انقلابا في الباراديغم، في المستوى الباراديغم الحقوقي، بحيث أصبح عوض الحديث عن أولوية الواجب أصبح الحديث عن أولوية الحق الفردي. لذلك شاهدنا بعض التيارات الفكرية في أوروبا تندد بذلك، ومن ذلك مثلا طرح مفهوم المسؤولية عند الفيلسوف الألماني هانس جوناس، الذي تحدث عن المسؤولية، ومفهوم المسؤولية الآن يتبلور في المنتظم الدولي، بحيث أنه لم يعد بإمكان يعني ترك الحقوق الفائقة أن تخرق السفينة العالمية. هذا الفكر المتطرف الفرداني أصفر كذلك عن ما يسمى بنزع أقوى وأخطر، هي العدمية. والعدمية يعني تبعثر المحددات الأخلاقية. هذا التحول الاجتماعي الذي عبر عنه أحد المفكرين الكبار في أوروبا اللي هو زيغموند بومان بأنه حدث سائلة، وعبر عنه بالانفصال وبالحب السائل والخوف السائل. هذا الخوف السائل يعني جعل بعض المجتمعات متوجسة من الآخر. هذا بالطبع لا يمكن أن ننسى بأن مسألة الخوف من الآخر هي صناعة بامتياز. المهم أن هذا السياق الفكري والاجتماعي أثر كذلك على المنظومة القانونية، والمنظومة القانونية أصبحت بدورها هناك الحديث عن القوانين للوا بوست مودرن، أو البعد ما بعد حداثة القانون الذي يرهن يعني الجماعة لصالح الفرد. إذن هذا المجتمع كان من طبيعي أنه احتفاؤه بالحقوق الفردية المتطرفة أن يعطي لكل شخص التعبير عن ما يريد.